القلب ودوره في الفقه. من خلال الحقائق السابقة رأينا كيف يتحدث العلماء اليوم عن الدور الكبير للقلب الذي يلعبه في عملية الفهم والإدراك والفقه الأشياء من حولنا. وهذا ما حدثنا عنه القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لهم قلوب لا يفقهون بها، سورة الأنعام 179. أي أن القرآن حدد لنا مركز الإدراك لدى الإنسان وهو القلب، وهو ما كشفه العلماء في هذه الفترة، والله أعلم.